السلام عليكم، مرحبا بكم في لا سيزون جديده ديال حنان امجد. وفي اول حلقه شحال من واحد فينا كيحسب له انه الا قرا وخد الدبلوم ديالو موضوع التعليم ما كيبقاش مهم؟ مهبوله. ولكن انا كاعلاميه مصر يسر الحاحا انني نتكلم عليه. بلا ما نطول عليكم، موضوع الحلقه هو اناشيد موسيقى الاطفال. ما اجمل الشجره خضراء مزدهره بثمارها جادت أكرم الشجرة. النشيد هو كلمات ولحن بسيط وموسيقى زوينة يسهل على الطفل الحفظ ديالها. وهذيك الكلمات اللي في النشيد عادة كتكون عبارة على قيم وأخلاق، لأنه كيكون في مرحلة ديال التنشئة الاجتماعية، فأي حاجة حفظها ولا دخلت له للراس كيطبقها في السلوك ديالو. عندكم مع فرنسي شوية؟ النشيد تعلموا الأطفال في المدرسة ودار الشباب والأندية والمخيمات وحتى في الدار، غير الأناشيد ديال الدار كانوا شوية راري يا راري يرقى دراري. شحال هذه كتقول شي طفل صغير يغني لك؟ يقدر يغني لك اي حاجه فيها الفائده التعليميه، مقلماتي صبورتي خشبهاتي العجينهاتها كله يغني لك. دابا ما كان غير حبيبي الرابي بابا اودي الا ما غناش لك شي اشهار ديال كوش ولا الفرماج. باش تعرفوني مزيان علاش كندوي ندير واحد الاطلاله بانوراميه شامله على المراحل اللي دازت منها موسيقى الطفل المغربي، بدايه من ايام هاد الكاميرا هادي الى يومنا هذا. قبل الاستقلال كانوا المغاربه كيحفظوا اناشيد فرنسيه، وشي مرات كاع كيترجموها للعربيه وكتعطي هاد الشكل هذا. او دو لا مونتاني جي باتو مون شالي افيك ان بران دو بايو اي تخوا بيتي بيكي هناك فوق الجبل بنيت منزلي قليلة وبعض الكتب ليت ليت لا لغل ليت ليت لا لا ليت ليت لا لغل ليت ليت لا لا. من بعد الاستقلال حتى لذاك الستينات بحال هكا بدعوا المغاربة في مجال النشيد، ولكن كان موضوع واحد هو اللي كيشغل الاهتمام ديالهم على حسب السياق التاريخي طبعا ديال المغرب ذاك الوقت. فكان الأناشيد جلها كتناول الموضوع ديال الوطن والحرية وكرامة المواطن المغربي ولا شيء غير حب الوطن. إيه دولة المغربي، إيه أمة المغربي، إن نعيش عشنا كراما أو نموت متنا كراما، إن نعيش عشنا كراما أو نموت كراما. إيه دولة المغرب، إيه أمة المغرب. مع الوقت انفتح النشيد المغربي على مواضيع عديدة، منها مواضيع اجتماعية ودينية وثقافية وحتى على الطبيعة. واللي كيهمني أكثر هنا هو الموضوع التعليمي، لدرجة أن بعض قواعد اللغة العربية الفصحى حفظوها التلاميذ المغاربة من النشيد. التاء المربوطة دائما والتاء المبسوطة موقعها مشتت تظهر في وضوح بالمثال توت تفاح برتقال يرفع المتن بالليل ينصب ويجر بالياء ولا بالليل بالياء. دخلت عليكم بالله والشرح كيدير هاد القراية ما تدخلش للراس. واللي الاباء ديالنا يعقلوا عليه كثر، مسابقة نظمتها وزارة التربية الوطنية ما بين الشعراء والملحنين باش تصدر في الثمانينات البوم تربوي ديال النشيد حفظوه المغاربة. ومن بين هاد الاناشيد كنذكروا هاتي العجينة هات صبورتي يا خشبة يا اخوتي بالمعهد حيوا معي المعلمة. وسبحان الله من ذاك الوقت والحس مقطوع. ومع الجيل الذهبي واللي هو البرومو ديالنا طبعا، بنت اناشيد من الشرق ولينا كنتفرجوا فيها على شكل كليبات لان ولات عندنا التلفازه والنيميريك. وهاد الاناشيد كانت تجربه موفقه جدا وبادره طيبه، بحيث ان النشيد ولا فيه السيناريو والاخراج، حتى الالحان ديال الاناشيد ما بقاتش بسيطه كما كنا متعودين عليها وولات اكثر طرب. في ظليها الحالي طفل وبستاني جلس يقولان ومازالين دابا كناخدو موسيقى
موسيقى الاطفال من الشرق ولا من الغرب، وملي ما لقاش الطفل موسيقى كتناسب العمر ديالو والبراءه ديالو ولا كيتصنت لشي حوايج كبيره عليه، وكاين كاع اللي كيدعي الابداع في هذا المجال وكيديروا الطفل بحال اللي كنسميوه السمو في العسل. هي موسيقى زوينه ولكن ما فيها لا رساله لا حتى شي قيمه غادي تفيد داك الطفل واحد السلوك معين، وهذا الشيء بدا من النهار ديال بابا بابا ننزل مع عشر نصرف كاع كله ونروح الالعاب وبابا بيتشا 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 ماشي كنتسوا الدراري شويه على زيد عليها واحد الاغنيه هي موجهه زعما للاطفال وحفظوها الكبار والصغار اللي هي ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. هاد الناس باغين يخرجوا الهود ديال الطفل قبل الوقت وصحاب الفلسفه راه يفهموا هادشي هادشي ما مزيان لا للصغار لا للكبار. خوتي تعرفوا رايي بصراحه انا مع جديد في اللحن توزيع في الكليبات في الاناشيد كل شيء، ولكن القيم اللي غيدوزهم النشيد لازم يبقاو ساميين، لان بكل بساطه الثوابت كتبقى ثوابت والمتغيرات يمكن انها تتغير. والنشيد ديالنا كاملين اللي كنعتزوا به صغار وكبار كان عباره على لحن السلام حتى تختارت ليه الكلمات ديال الشاعر علي صقلي. طبعا انا ما كنقصدو الا النشيد الوطني اللي عزيز علينا حنا المغاربه كاملين، وما كدوز لينا حتى شي مناسبه بلا به، لا افتتاح اذاعه ولا مباراه كره القدم ولا صباحيه في المدرسه وحتى في العراسات المغربيه، وانا ما غتفوتنيش الفرصه وغنطلع به باج فيسبوك ديالي. مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب حنان امجد وعلى باج فيسبوك حنان امجد. شكرا لكم، كنتمنى للجميع حد موفق. سلام عليكم.